شايف النادي الاهلي الموسم الحالي قادر على المنافسه على بطوله الدوري؟ ان شاء الله ان شاء الله، يعني الدوري اهلاوي ان شاء الله. يعني ان شاء الله الدوري اهلاوي ولا بس بنقول كده؟ لا ان شاء الله الدوري اهلاوي. لعبت ضد بيراميدز انت مباراه، اعتقد النادي الاهلي عنده يوم الجمعه الجايه مباراه، هل انت شايف من خلال لعبك قدام فريق بيراميدز ايه هي نقاط الايجابيه ونقاط السلبيه، وهل ممكن لو كابتن يوسف سالك هتقول له ايه؟ هي فرقه كويسه طبعا، بيراميدز فرقه كويسه جدا وعندها خط هجوم كويس جدا، فنقاط الضعف ممكن تبقى في خط الظهر، خط الظهر اللي ممكن الاهلي يستغلها ان شاء الله. ان شاء الله. طيب شايف مجموعه الاهلي في افريقيا ازاي؟ شايفها مجموعه صعبه، مجموعه سهله، مجموعه متوازنه، ولا الاهلي قادر على حسم اللقب الافريقي الموسم ده ان شاء الله؟ لا الاهلي قادر على تخطي المجموعه دي ان شاء الله. يعني مستعد طب لافريقيا ولا لسه مش مستوعب، ولا خلاص اخدت الصدمه وبقيت موجود في الاهلي ولبست التيشيرت الاحمر؟ خلاص بقى انا في الاهلي. يعني شايف ان شاء الله افريقيا والدوري بشكل كبير ممكن الاهلي ينافس عليه ان شاء الله. طب ايه ممكن نقول اصعب العقبات اللي ممكن تقابل الاهلي في الدوري؟ هل ممكن نقول الاصابات ولا الغيابات ولا بتدعيمات الاهلي اتمها في الفتره الاخيره دي ممكن ما يبقاش فيه القلق اللي كان موجود قبل كده؟ لا هو تقريبا الاصابات خلاص يعني كله بقى موجود تقريبا، يعني فالفرقه كلها بقى هتكتمل وقوه الفرقه ترجع تاني. قبل ما اطلع فاصل، مين مثلك الاعلى عالميا ومحليا؟ الله يرحمه كابتن محمد ابو وهاب. الله يرحمه. وجوردي ألبا بقى برشلونه. جوردي ألبا برشلونه. لا يعني انت جميل جدا السلام ما شاء الله، رابط رقم 74 وكمان اختيارك لمحمد عبد الوهاب، فانا اختيار يعني يحترم جدا، وان شاء الله بالتوفيق ليك.